أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي الأسبوعي ملعب الموصلية. محور حديثنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع عن المنتخب الوطني العراقي ومشاركته في كأس العرب. ما الذي طرأ على المنتخب العراقي بعد إعفاء أو استقالة المدرب الهولندي أدفوكات؟ ماذا قدم لاعبو المنتخب العراقي؟ ولماذا لحد الآن الأقم الهجومي يقف عائق أمام المنتخب العراقي في تحقيق أي انتصار بعد 9 مباريات خاضها المنتخب العراقي في التصفيات وفي كأس العرب؟ حول هذا الموضوع مشاهدينا الأعزاء ومواضيع أخرى، رحبوا معي بضيوف الحلقة ورحب بالأستاذ الدكتور ضرغام جاسم محمد الأكاديمي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة الموصل. وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ جاسم. وأيضا رحب بمدرب نادي الحدبة والمشرف على كرة القدم في نادي الحدبة نجم الكرة الموصلية الكابتن فارس إدريسي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الأعزاء، اليوم حديثنا عن المنتخب الوطني العراقي. مباشرة نتحدث مع دكتور ضرغام. أهلا وسهلا بك مرة أخرى دكتور. دكتور، المشاركة الأخيرة للمنتخب الوطني العراقي أيضا تعادلين سلبيين، إيجابي واحد إيجابي واحد سلبي، ولكن كنتائج سلبية. الأقم الهجومي لا زال يعني يقف عائق أمام المنتخب الوطني العراقي. ما أسباب أو كبداية يعني أريد رأيك بمشاركة العراق في بطولة كأس العرب؟ شنو رأيك بالمنتخب الوطني الحالي؟ يعني السابق شيء نبيان من تكثير بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا دائما يعني أحضر الموصلية ونتكلم على الجوانب الإدارية، نعم، بس هذا اللقاء إن شاء الله راح أخصصه في الجانب الفني. نعم، يعني إحنا أول من ننظر على الجانب الفني بالنسبة للمنتخب الوطني، أنا ذكرنا أكثر من مرة أنه هنالك لا زال يعني يمر مرحلة تطور المنتخب الوطني نتيجة الظروف الإدارية المؤثرة على المنتخب ونتيجة إخفاقات قسم من اللاعبين، يعني كجانب نفسي أو بدني أو مهاري إلى آخره من الجوانب الأخرى. لكن بشكل عام الجانب الفني حاليا الجمهور يعني شبه راضي على النتائج، لكن إذا نقيم بالمستوى الفني يعني أنا شخصيا رأيي الشخصي أنه أنطي المنتخب في هذه المرحلة لا بأس في هذه النتائج، لكن إذا أقيم من الجانب الفني كمنتخب وطني عراقي أشوف لازلنا متخلفين عن جوانبنا الفعلية اللي إحنا يعني لدينا طاقات وقدرات أنه نصل إلى مستوى أعلى. لكن نتيجة التخبط الموجود، استقالة المدرب وحضور مدرب آخر، تغيير اللاعبين في ظرف حقيقة يعني قاسي جدا المنتخب الوطني، أنا أشوف الاستقرار يعني لا زال غير مكتمل بالنسبة للفريق العراقي. وهنالك شباب، يعني أنا لعبت البحرين والعراق أغلبهم شباب، يعني ما شفنا الخبرة يعني بالمباراة الثانية ما عم نزج الخبرة، لكن حقيقة بقى نفس المستوى الفني للفريق العراقي. ولذلك اغلب يعني المحللين اللي شفناهم خلال القنوات يعني ما كان راضين عن المنتخب الوطني. حقيقه عدم الرضا، قبل ان انا اطلق هذا الحكم لابد ان انظر الى خلفيات هذا الحكم. يعني انا اشوف لاعب يزج في بطوله غرب اسيا مع منتخبات وطنيه صار له فتره، يعني خلينا نقول انه انطى اللاعب كفاءه، يعني كلاعب فردي ما دا اتكلم عن اللعب الجماعي. يعني اكو قسم من اللاعبين الشباب يعني جاروا المنتخبات الوطنيه كمباراة. اللي حقيقه ساعدنا في هذا الجانب هو اثبات الوجود للاعب العراقي. احنا دائما نقول انه اللاعب العراقي عنده غيره، عنده حماس، هو عنده جانب نفسي يريد يثبت وجوده حتى اذا كان غير جيد، لاعب يعني لا يرتقي الى مستوى المنتخب. نشوفه يبذل كل طاقته وجهده في سبيل أنه يثبت وجوده في هذه المباراة. عملية الانتقال هذه النقلة النوعية أنا في رأيي وضعت المدربين في حيرة، يعني لازال المدربين اللي مع المنتخب الوطني يعملون في تغير، وأعتقد أن التغير اللي دا يحدث بالمنتخب يعني مو فقط رأي مدرب، الرأي الجوانب الإدارية أكو أيضا رأي آخر. ضغط الشارع، نعم، هناك سؤال. نعم. طالما تحدثت عن رأي آخر، استقالة أدفوكات
جاءت بالمدرب بيتروفيتش مساعد أدفوكات. نعم. تعتقد أنه أدفوكات خلال استقالته ترك فراغ معين بحيث أكو ناس هم اللي فرضوا رأيهم على المدرب الجديد؟ أنا هذا التحليل الشخصي أقول أنه أكو هنالك آراء أقوى من فكر المدرب، لأن حقيقة أنا يعني ما أريد بالتأكيد الآراء يعني إذا نابعة من 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 أو إذا في مصلحة المنتخب. نعم، إذا نابعة من كابتن عدنان درجال أو كابتن يونس بالتأكيد هم أصحاب خبرة يعني لديهم رؤية، لكن أنا عندما أجيب مدرب، المدرب بالتأكيد يعني أنا هسه إذا تجيبني على أي فريق إن كان أنا لا مشاهد الفريق، تحتاج فترة طويلة في مجال علم التدريب، يعني أراد لك فترة طويلة حتى تستقر. أنا إذا أجيب مين كوتش يعني مدرب يقود مباراة، ما له علاقة بالتدريب، التدريب فقط الأسبوع الأخير أنه عندما يضع التكتيك يستقر الفريق. لذلك الفريق العراقي غير مستقر تكتيكيا، غير مستقر، لذلك يلعب بنفس الأسلوب في يعني إذا تحلل مباراة البحرين نفس الطريقة اللعب اللي دا يستخدمه، راح أدخل بالجانب الفني الدقيق. نعم، اللعب اللي يستخدمه اللاعب العراقي، يعني بعض الأحيان أريد أقول أريد تنتقل إلى لعب سريع، لعب السريع بمؤهلات، مؤهلات اللاعب العراقي لا يجد اللعب السريع. أي لاعب كان شوفوا بالمباراة ما يعرف يلعب لمسة لمستين متتالية تحت ضغط، إلا تستقر الكرة برجله، إلا ما ندر أنه في حالة خلينا نقول مستقر أنه ما بوجود خصم يقدر يلعب لك اللمسة. طبعا هذا تعود يعني وراثي من الأندية والفرق الشعبية. احنا هسه أي فريق يلعب علينا ضغط وبالفعل يلعبون علينا ضغط ودي يحصل، لكن احنا يعني لو استثمرت الأخطاء الفنية اللاعبين يجي علينا أكثر من هدف. تتذكر جنابك أنه كنا نقول المنتخب الوطني الدفاع ماله صفر صح؟ نعم. هسه الجمهور من ايش يشكو؟ من الوسط والهجوم. من الهجوم. نعم. من الهجوم، خلينا نحلل المباراة بالطريقة الهجومية. هذا المدرب يريد يستخدم أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. الهجوم نعم. لكن يعني أحبط في أنه لا يمتلك مهاجم صريح على المرمى. لذلك يجب أن يكثف العدد اللاعبين اللي يتواجدون في المربع حتى اغطي هذا النقص. نعم، خلينا ننتقل لاستاذ فارس ادريس، ارحب بك مره اخرى استاذ فارس. استاذ فارس، تقييمك لاداء المنتخب العراقي في المباراتين يعني اللي خاضهم، المباراتين الاخيرتين امام سلطنه عمان وامام البحرين، هل حدث تغيير يعني على تكتيك الفريق، على تكنيك اللاعب العراقي الجديد اللي البعض من عندهم ربما كانوا جدا في صف المنتخب العراقي؟ والله ما اعتقد حدث ذاك الفارق التكتيكي يعني بالفريق. ليش؟ لانه احنا الفريق الوحيد دائما نحافظ على الاسلوب القديم للعب المناولات الطويله. نعم. تعرف لعب المناولات الطويله تحتاج لياقه بدنيه عاليه بس جدا. بس بالمباريات مباراتين ما استخدموا المناولات الطويله تقريبا كثير. هم استخدمت استخدمت بس مو بشكل شوف كثير. كثير من شوف احنا اكو فجوه بين المدافعين وبين المهاجمين، يعني حتى لما تشوفها بالماء يعني الكره تنتقل راسا للمهاجم بسرعه، تنتقل للمهاجم واكو فجوه فراغ وسط الملعب. نعم، هاي المشكله الاولى. المشكله الثانيه انه احنا يعني اداء المنتخب مالتنا متغير مو من مباراه ومباراه، في مباراه واحده يعني مثلا شوف مع سلطنه عمان الشوط الاول كلنا احسن ما؟ نعم. الشوط الثاني سلطنه عمان احسن. نعم فعلا. أشوف الفرق بين شوط وشوط، يعني المنتخبات الكبيرة بالعالم أنه ما تلعب شوط وشوط، يعني تلعب نسق واحد ما صحيح؟ على سنوات يعني، فهاي مشكلتنا. إحنا زين، هاي شنو سبب أداء اللاعب في الملعب أم خطة المدرب؟ والله خطة المدرب ما لها علاقة بالموضوع. نعم. يعني أنت اللاعب نزل الملعب يعني إيش؟ من نزل الملعب عطاء اللاعب انقطع الاتصالات إيش؟ يعني قل دور المدرب بالملعب، من يدخل الملعب، من تدخل المباراة. عند الفرق الكبيرة هذا يعني ما معقول، انت يجوز يعني نادر تلاقي لاعبين او تكتيك يتبدل بشوط واحد مرة مرتين، مثلا من اربع مدافعين تصير ثلاث مدافعين. احنا عندنا بالعراق لا،
من ينزل اللاعب العراقي بالملعب انقطع الاتصالات مع الكادر التدريبي حتى بالانديه، حتى بالانديه، لانه اصلا اللاعب من ينزل من عندنا هو ما عنده ذاك يعني التواصل والاتصال مع المدرب، وهذا يمكن متبع على الحاله. هاي وحده. اثنين، احنا مشكلتنا تقول الثلث الهجومي ما صحيح. انا يعني قبل سنه يمكن قلت العراق راح يصير احسن فرق فرق اسيا، واتذكر كتبت بهيك موضوع لانه العراق بميمي كان، نعم، وبها علاء عباس، واكو مهاجم الاخم كان محمد داوود، ايه يعني زين، هسه جاء الولد اللي لعب ضد كوريا العبادي، علي العبادي كان، والله ما اعرف اسم المهاجم نسيته، نعم. المهاجم اللي لعب اخر لعبه اللي بسوانزي سيتي، الحمادي، حمادي، حمادي، حمادي. زين هسه انت كمدرب هاي الاربع اسماء ما تكفيك صح؟ نعم. عندنا خلل، يعني مو اللاعبين موجودين. انا اشوف علاء عباس يعني والله اشوفه هداف يعني من طراز عالي، والاهداف اللي شايفها يعني لاعب الرجل. زين كابتن، الاقم الهجومي هو بسبب عدم وجود صانع العاب ام والله اعتقد هي صانع الالعاب، اللاعبين اللي بالدائره، الربط بين المدافعين وبين اللعب. يعني بشار رسن لاعب موهوب ومهاري، بس ما اعرف محترف. المنتخب مالتنا يحتاج لاعبين اثنين الى ثلاثه يعني على مستوى عالي حتى يشيلون الفريق. يعني هسه انت بكل منتخبات العالم تلاقي اثنين ثلاثه من اللاعبين مستوياتهم اعلى من كل اللاعبين، احنا ما عندنا هذا. يعني الفوارق بين اللاعبين مالتنا يعني كلش قليله، يعني يمكن هسه برز امجد عطوان شويه مستوى اعلى من باقي اللاعبين. المشكله عندنا بالعراق مشكله تنديه، مشكله تنديه، عقليه اللاعب العراقي، عقليه المدرب. اللاعب يبدا غلط من الفرق الشعبيه الى مراكز الشباب الى انديه لشباب انديه. واعتقد يمكن حتى الرياضه بالعراق صارت وظيفه، يعني هي رياضه، مو رياضه، رياضه هي موهبه. مو يعني مثل يقول لك تحب ايش؟ واحد يقول حب الرسم، الاخر يقول حب الرياضه. مو استاذ فارس، خلينا نبقى بكاس العرب، يعني احنا ليش نروح للانديه؟ ليش ما نروح للدول المشاركه يعني اللي كنا نفوز عليهم كذا عدد من الاهداف، كلبنان، كسوريا، كدول الخليج اللي مشاركين كاس العرب. الان شفت انت مستوياتهم شلون؟ احنا نشوف يعني هاي ما اعتقد معادله صحيحه. يعني احنا قبل كنا نخسرهم وكانت كلها نلعب بالتراب. نعم. هسه العالم تطور، الملاعب، انت شفت الملاعب، شفت يمكن اكو من اللاعبين تودي بهذا الملعب يقول لك ما اعرف العب، توديني على الملعب الترابي. صح؟ يعني البلدان كلها تطورت الا احنا. يعني والتطور مو بس بالبنيان، بالتكتيك، اللاعب بالتغذيه، بالراحه. حتى المحللين يعني دكتور، حتى المحللين يعني محللين القنوات الفضائيه يعني عندما يتحدثون عن المنتخبات المشاركه الكل مستبعدين المنتخب العراقي. شوف استاذ جاسم، اكو نقطه كلش مهمه. انتم تنظرون للمباراه العراق وعمان ومع البحرين وعن قيم مستوى اللاعبين العراقيين الجدد، وهذا خوش لاعب، انت الخصم، انت ما يصير تنزل لاعب تلعب ضد كوريا مثلا تنطيه نتيجه، مثلا اليوم انت مو زين مع كوريا وتلعب غير لاعب مع البحرين، والله هذا خوش لاعب صح؟ فهذا المقياس، انت هذاك كوريا عاد تلعب كاس عالم تصعد، فمستوى اللاعب الحقيقي يبين مع كوريا. نعم. اما هسه انا اشوف هاي البطوله حتى ما اعرف الاتحاد وشارك بالبطوله من اجل الفوز او من اجل بناء فريق جديد، ما اعرف شنو غايه الاتحاد. ايوه اسمع، محمود صرح قال احنا ننافس على اللقب. فهاي اللاعب ينافس على اللقب. هذا من الخطا. نعم. من الخطا، يعني انا اشوف هاي اهداف قريبه. فاحنا قريبه المدى. انا اشوف الناس الجمهور دائما يلوم اما المدرب او اللاعب. وهذا قمه بالغش. انت تلوم منه؟ الاداره كمدرب. الاداره، إدارة. ادارات الانديه والاتحادات هم السبب. هو الاداري اللي يجيب اللاعب، والاداري واللي يجيب المدرب. احنا فشلنا بالعراق فشل اداري، فشل اداري، لانه الرياضه موهبه. وضعف مستوى المدرب المحلي ايضا عم سبب الاداره. نعم. لانه احنا الادارات الانديه تجامل وعلاقات، وكل واحد جايب هذا صديق وهذا. قلت لك احنا ذاك الاسبوع قلت لك يعني احنا المجاملات كسرتنا، كسر دمرتنا. فهذا السبب، احنا الخلل الرياضه بالعراق خلل اداري. نعم. من ادارات الانديه الى ادارات الاتحادات الى اداره الاتحاد المركزي. نعم دكتور، تحدث استاذ فارس تحدث عن ضعف الدوري والاداره والى اخره. يعني يوم امس
سمعت تصريحات المدربين العراقيين يعني بعد مباراتنا امام المنتخب البحريني. احد المدربين قال يعني ما اريد اسميه، قال هم يلومونا انه احنا ما نصنع لاعب. بعد هذول اللاعبين الشباب الخمسه اللي الان بالمنتخب الوطني العراقي يعني مثل مناف يونس، مثل حسن عبد الكريم، محمد قاسم والى اخره، هذول اللاعبين منو اللي صنعهم؟ احنا العراقيين صنعناهم. والله استاذ جاسم تتذكر بذاك اللقاء قلت لك العراق مقبره المواهب. نعم. هذا مو مدرب صانعي، موهبه. نعم. رب العالمين. ولذلك تشوف العراق عندما يشترك على مستوى الناشئين والاشبال الى حد الشباب مقبول، الموهبه تثبت نفسها. لو كان هنالك تطور فعلي مثل ما تفضل استاذ فارس، انا خرج لي لاعبين من الانديه وتحت مدربين محليين، اريد لاعب حاليا عندما جو المدرب الاجانب يريدون لاعب يستقطبوه على المنتخب، ماكو. وتفاجئوا بانه قسم من اللاعبين لا يصلح للمنتخب الوطني اصلا، هو ده يلعب، هو ده يلعب بالنادي بارز بالانديه بارزين، معناه هنالك اخفاق بالانديه، وهذا الكلام سليم. ولذلك دائما انا اذكر ان قدرات اللاعب العقليه، مدربين يطور بدني يطور مهاري لكن لا يطور قدره عقليه للاعب. نعم. اغلب الفرق هسه تروح على كل المدربين، اذا تريد تقيس مدرب فعلي قيسه بين الشوطين واسمع التحليل ماله، خليه يصير نقل مباشر لتحليل المدرب للفريق الخصم وش يعطي توجيهات الفريق. هذاك الوقت راح تعرف انه المدرب يمتلك قدره عقليه. زين انا اذا ما امتلك قدره عقليه شلون اطور لاعبي؟ انا اشوف اللاعبين هي اللي تسير المباراه. اسالك سؤال، لو هسه تخيرنا كم مدرب يدرب منتخب وطني بالعراق محلي؟ يمكن عشرات يقدمون على تدريب المنتخب الوطني ويتنافسون حق مشروع. نعم. لكن ما هي المعايير والمؤهلات؟ ونجي على الحقيقة. نعم. اسمح لي أخذ فاصل ونرجع للمعايير. نعم. مشاهدينا عزيزي فاصل وانتم معادي لكم مرة أخرى. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث قبل الفاصل عن معايير المدرب العراقي، يعني كل المدربين العراقيين يقول لك انا تنطبق على المعايير. استاذ جاسم انا اغلب من مره تحدثت انه السياسه دخلت بالجانب الرياضي ولذلك افشلت. هو انت قبل ما انت كاكاديمي شنو هي المعايير اللي يجب ان تتوفر؟ نعم انا يعني اسالك سؤال هسه اذا نجي على عدنان حمد. نعم. مؤهل انه يقود منتخب وطني؟ لديه بطولات، ولديه تطوير للمنتخب، حتى عندنا مدربين حقيقه يعني محليين، لكن ما يفسحوا له المجال.
زين، انا اذا عندي مدربين واريد اطور قدرات عقليه، لذلك فوكادو عندما جاء احد يقدر ينكر سيره او معايير فوكادو؟ اكيد لا. لماذا فشل؟ خلي يطلعون مسببات الفشل شنو هي؟ عندما انا ما عندي ادوات، ما امتلك ادوات، شو تريد مني نجاح؟ صح. فانا من اجل هو جاي، اغلب الاجانب عندما يجون للعراق يتفاجئون، يسمع بالمنتخب كقدرات مواهب فرديه موجوده، لكن حتى تولف هذا كمنتخب وطني يعني تجمعهم كفريق من الصعوبه جدا. احنا لاعبنا لا يمتلك قدرات تكتيكيه، ولذلك مثل ما تفضل كابتن فارس قال لك اغلب لعبنا هو الطويل. احنا نادرا ما نشاهد لمحات فنيه بالدوري العراقي، كله طلع التاب شال سنتر شوت، اصبح لعب ولذلك نبرز بالكرات العاليه. لكن الوقت الحالي اثبت العلم كله ان الكره كل ما كانت تلعب على الارض كل ما كانت افضل الوصول. شوف لاعبنا، انا تكلمت قبل شوي انه من النوع اللي يبطئ الكره برجله، بينما عندما تقرا كل النظريات العلميه يخليك ايش قد كانت التمريره اسرع. هسه خلينا نرجع للمدرب المحلي، معايير شويه تكلمنا عن المعايير اللي يجب ان تتوفر بالمدرب. نعم، المعايير اول شيء انه هو كان عمل مع اشبال وناشئين وطور. لو قدره على التطور انا ما ممكن اجي قبل على المتقدمين وادرب متقدمين. واثنين لازم يكون يلجا الى الجوانب العلميه، يعني عنده فد نظريات. شيلك من الدورات التدريبيه، يمكن كابتن فارس ادرى مني بعد. الدوره التدريبيه 15 20 يوم وطلع المدرب يحمل الشهاده. نعم لديه كفاءه، هو نجح. لكن ممارسة. هل هي نعم، هل مؤهل انه ياخذ يعني ساعتها اذا سطر لك كم واحد حاصل على اي وبي وسي؟ كثيرين، لكن جيبه وخليه يقود اي فريق كان واسمعوا بالكلام. لذلك انا عندي معايير اتحاد، هذا كنا نعمل مع اشبال، مع ناشئين، مع متقدمين، كنا نحرز على بطوله، كنا نطور محاضر، كنا القى. هذا يكون عنده من جابه افوكادو تسطروا كل المعايير ماله، شافوا مدرب ناجح على مستوى دولي. لكن كيف اخفق المدرب؟ نعم استاذ فارس، يعني احنا بالنسبه لنا كعراقيين، يعني انت تحدثت عن الجانب الاداري، والدكتور ايضا يعني متفق معنا انه موضوع الجانب الاداري والقياده، القياده الاداريه للمنتخب الوطني جدا مهم. يعني اجيب لك مثال، انه احنا عندما تخلينا عن كتانيتش اللي حقق لنا نتائج ايجابيه، وتخلينا عنه، كتانيتش حقق نتائج ايجابيه ووصل العراق للدور التالي الثاني، واحنا تخلينا عنه. بينما يعني شاهدة ثانية بمباراة البحرين، أن المنتخب البحريني متمسكين بمدربهم على الرغم من أنه خرج من تصفيات كأس العالم، والتصفيات كانت بأرضهم، يعني بأرضهم هم لعبوا على أرضهم أمام جماهيرهم، وأخفق الرجل أخفق، ولكن ما عافوه، ولحد الآن باقين وياه. والمنتخب البحريني يعني مستواه كان متطور نوعا ما في هذه البطولة. شوف أنا بالنسبة للمدرب كاتانيتش، أهل العراق للدور الثاني، بس أنا أعتقد حتى لو مدرب محلي العراق يتأهل للدور الثاني، لأن العراق لعب مع المنتخبات الأقل. نعم. على كل هذا السوق بالكرة العراقية، إحنا يعني التصنيف مالنا إذا تجي يعني على هاي المجموعة مثلا اللي هي كوريا وإيران، يعني معقولة يعني لبنان أحسن من عندنا وسوريا والإمارات؟ معقولة يعني؟ لازم نتأهل غير؟ نعم. يعني هذا المنطق. نعم. كاتانيتش الرجل يعني عنده شغله انه عرف قدرات اللاعبين العراقيين، فلعبهم على طريقه واسلوب انه يطلع 1-0، يعني ما عنده ذاك الفارق بالاهداف ولا. نعم. ومع فرق ضعيفه. هاي النقطه اللي على احكي عليها مال كاتانيتش. اللي صار هسه بالمنتخب اللي هسه هذا الجديد، المشكله وين؟ المشكله انه اللاعبين اللي انسحبوا للمنتخب هم كلهم من نفس البيئه، ما يفرق يعني مناف عن احمد ابراهيم بيئه شنو، هذا لاعب جديد وجه جديد، اسبوعين ثلاثة اسابيع راح يرجع اللوم، لانه من نفس الطريقه العراقيه اللي لعب كره القدم. انت سالت الدكتور ضرغام على على المدربين شلون يختاروهم، انا ما اعتقد هذا احنا المدرب بالعراق يختار على طريق العلاقات والمجاملات، يعني هاي هي الصراحه.
كلام صح ولا لا؟ ماكو شيء اسمه يعني هذا عنده سي، هذا عنده بي، هذا عنده اي، لا بالعكس اصلا ما عنده شهاده، فرصته اكبر بالعمل. يعني حتى اكثر المحافظات الادارات ما ترغب بناس مثقفين خوش، لان هذا الاداري جايب لهم للاعبين. انا عشت وانديه قريبه مني، تروح في يوم دربت نادي هم اعضاء اداريه خمسه، كل واحد جايب لي قرايبه جايب لاعبين يعني. ايه صح. وكل ما يجيب لي لاعب اقول هذا شنو قرايبك؟ قال لا هذا عنده صاحب معرض، صاحب مطعم، ويضحكون. زين ليش المدرب يقبل؟ طبعا المدرب اسوء منهم. نعم. المدرب اللي يقبل هذا الشيء هو اسوء منهم، فهاي النتيجه اللي وصلت الكره العراقيه. احنا الكره العراقيه انبنت على غلط. وسط نقول عدنان درجال ويونس محمود اللي يخططون المسيره الكره العراقيه نقول 4 سنوات، لانه ما يقدر يخطط ال 30 لانه هو 4 سنوات، مو صحيح؟ يعني ذاك اليوم يونس قال احنا نخطط ل 30 30 نعم. اي مو هو احنا اليوم 21 2021 يعني، وما معها 9 سنوات. صح. فهو المفروض يخطط ايش؟ فتره الولايه ماله 4 سنوات. زين خلي يشوفون المنهاج مال الاتحاد العراقي والاتحادات الفرعيه، وايش راح يسوون، وايش راح يشتغلون، وايش راح يعينون. نعم. كل التعيينات. نعم. دكتور ضرغام ذكر نقطه مهمه جدا، انه زج عناصر الخبره مع المنتخبات الوطنيه. احنا يعني هاي الهجمه اللي صارت على المنتخب الوطني العراقي، حتى عناصر الخبره كلهم استبعدوهم. يعني هسه احنا داخل المنتخب الوطني ما عندنا فد لاعب يعني قديم، كلهم هذول جيل جديد تقريبا، جيل شبابي، وما عندنا فد خبره. مع العلم ان المنتخبات الاخرى، كل المنتخبات يعني عندهم لاعبين كبار بالعمر، ينزلوهم في اوقات محدده، ممكن ان يقود الفريق، ممكن ان يحافظ على رتم الفريق اذا كان الفريق فايز والى اخره. انا اشوف الخطوات اللي مش عليها الاتحاد والتغييرات كلها بس مجاملات للناس والجماهير والاستوديوات والاعلام. اقصاء، كان نظام اقصاء. ما بس اقول لك ايش، انه انا اريد اغير حتى ارضي، تعرف انت مثل الجمهور قبل الملعب طلع رقم 7، طلعوا رقم 7، ارجع الجمهور صلح طلع رقم 9، المدرب شو يسوي؟ طلع 9. احنا هذا احنا مستوى عقليتنا كره القدم بهذا المستوى. فحتى الاتحاد اذا بدل لاعبين، شنو الغايه من تبديل اللاعبين؟ شنو الغايه من تبديل اللاعبين؟ نعم. شنو الغايه يعني؟ حتى ينطي دماء جديده للانديه شو اسمه، ماكو لاعبين اثبتوا جداره مثلا صراحة يعني. مثلا يعني اللاعب حسن عبد الكريم لاعب جديد، مناف لاعب جديد، حسن رايد لاعب، هذول اثبتوا انه لاعبين جيدين. صح. بس انا ما انزل لاعب نفس العمر ضد كوريا اختبره مع كوريا واحكم عليه، واجي اختبره مع عمان تشوف ال نعم. يعني انت الدوله الوحيده بالعالم تشوف برامج التلفزيونيه هاي، سوالف مال مقاهي وما ادري ايش، يعني على الواحد اتمنى حتى الاعلاميين ينطون لا ينتقدون اكثر، بس خلينا ينطون حلول اكثر، مو صحيح؟ فأنا أشوف إنه المنتخب هذا العراقي ما يلبي الطموح. نعم. العقم الهجومي لحد الآن ما يلبي الطموح. العقم الهجومي لحد الآن نفس المشكلة، لأنه قلت لك إحنا كرة القدم ما تتغير. يعني أنت انطيني منتخب شهر صار زين، وين أقول شيء؟ يعني إحنا قبل شهر مع اليابان ومع كوريا وإيران كان مستوى ما صحيح؟ هذا صح. نعم. انه انت مستحيل اسد تلعب مرتلخ مع كوريا يفوز على كوريا 3، مستحيل مستحيل. نعم. نرجع الدكتور ضرغام، نقول احنا ننتقد احيانا ننتقد المدرب العراقي، ولكن بالآونة الأخيرة المدرب العراقي عماد محمد جاب لنا بطولة غرب آسيا. يعني هل نقدر انه نقول انه ربما هو بذرة مدرب جديد او بذرة لاعبين جدد ممكن انه يكونوا نواة للمنتخبات الوطنية المستقبلية؟ والله استاذ جاسم، انا اقيم المدرب عن طريق الناحية الفنية اللي يلعب بها الفريق. نعم. انت تعكس عقلية المدرب بالملعب. اكيد. انا اللي شفته ما شفت لمحة فنية بمنتخب الشباب بنفس الاسلوب اللي ذكره كابتن فارس. نعم. أنه كله طويل ولاعب غير مستقر، وكأنه إحنا حارس المرمى أنقذ الفريق العراقي حتى يأخذ كأس الشباب. حارس المرمى، حارس مرمى جيد هو اللي أنقذ الفريق. منتخب لبنان كان أفضل. بعد
عماد يراد بعد يعني خلينا نقول ينضج فكريا حتى يقود المنتخبات. احنا شويه لا نتاثر ولا نستعجل. يعني هذا منتخب شباب اخذ غرب، اخذ منتخب العفو بطوله الشباب. زين هذا ليش ما يصب كل الاهتمامات عليه؟ نعم. وهيئوك منتخب وطني من نفسه. اطلع سفرات خارجيه ومؤتمرات خارجيه. اطور المدرب واطور اللاعبين. نعم. وصل الى منتخب انه مخطط مثل ما ذكر استاذ انه 4 سنوات هذا منتخب يمثل. بس هو السؤال انه كل لاعبي منتخب الشباب يستحقون ان يكون مع المنتخب؟ استاذ جاسم دائره الانتقاء جدا صغيره بالنسبه للعراق. نعم. ويمكن استاذ فارس عاشه واحنا معشناها انه اذا مو بغداد وقريب من ضواحي بغداد يعني مش. معقوله بمحافظه اثنين وماكو مواهب؟ معقوله بالعماره ماكو مواهب؟ منتخب الشباب كانوا موجودين يعني اعتقد من الرمادي لاعب كان موجود من اربيل لاعب. نعم نعم هذا المنتخب. حتى مع هذا احنا مشكلتنا انه يعني استاذ فارس يوصيني على لاعب يجيب لي وانا اختبره. نعم فعلا ماكو كشافين. ماكو كشافين منتقين. نعم ولذلك يعني حتى عندنا رساله ماجستير عن طريقه الانتقاء بالعراق. طريقة الانتقاء مثل ماذا قرايب هذا وهذا ما اعرف ايش وهذا وكي تختار وهذا ما يعني يتذكر يمكن استاذ فارس يمكن جنابك كان موجود عندما قحطان كثير جاء سوى اختبار. نعم. هو هذا اختبار لانتقاء شغلت نص ساعه وانتقاء لاعبين كم لاعب جاء حضروا مال ام بي سي للدعايه زين فهذا يعني ماكو فد معايير. أنا سمعت تصريح الصحفي من الصحفيين يعني تصريحه حيل عجبني قال لي أنا شو كنت أعترف بالإنجاز اللي حققه عماد محمد أو يحققه مستقبلا خلي يصنع لي فرد 5 لاعبين. نعم. سوبر أنا أعترف أنه مدرب جيد ولذلك طبعا راح أسمع تعليقك على هذا الكلام على هذا أنا ذكرته. نعم. إحنا للشباب نلعب بقدرات الموهبة. نعم. هو اللاعب موهوب توليفة الفريق ده تجي من تكرار البطولة. نعم. أو في اللعبات الودية شوف أكو تطور على مستوى الفكري مع اللعب هذاك الوقت أقول لك هذا المدرب يصلح أن يكون قود منتخبات وطنية. نعم. أنا ما شفت ما شفت. نأخذ فاصل آخر. نعم. مشاهدينا أعزاء فاصل أنتم ما أدريكم مرة أخرى. اهلا بكم مشاهدينا من جديد. خلينا ناخذ راي استاذ فارس يعني موضوع الشباب يعني جمهور العراق استبشر خير وكانوا فرحانين جدا ببطوله غرب اسيا يعني اللي تعتبر ان شاء الله فاتحه خير على الكره العراقيه يعني. يعني سالت الدكتور ضرغام يعني احد الصحفيين سال قال هل اكو لاعب سوبر؟ هل عماد محمد قدر ان يصنع لنا 4-5 لاعبين سوبر حتى نقول انه حقق انجاز؟ يعني هذه بطوله كاس غرب اسيا من البطولات الغير معترف بها دوليا. يعني برايي مدرب المنتخبات ما يكتشف لاعب ولا يعني انت اللاعب يكتشفه طفوه المواهب من 8 الى 12 سنه مو صحيح الى 14 سنه. اول ما اكتشف الموهبه هو مدرب النادي اللي موجود بالمنطقه السكنيه. يعني هسه مثلا تجيب مثلا نقول بالساحل الايمن مثلا. مثلا اكون نادي بالساحل الايمن مثلا نقول يوم 17 تموز اكون نادي هذا اللاعب الصغير اول ما يجي وسب يجي يلعب بهذا النادي مو صحيح؟ نعم. او اهله او اصدقائه يقول هذا يا مدرب هذا خوش لاعب. فالمدرب اذا يعرف في كره القدم هذا حيكتشف هاي الموهبه مو صحيح؟ فراح يخليه بهذا الفريق النادي. المدرب اذا كان عنده علاقات ببغداد هو اصلا يعني مدرب وليس يعني هلا نجيب المثاليه يعني مدرب عمره 14 سنة يشيل التليفون على مدرب بغداد يقول أنا عندي هذا الموهبة 14 لاعب. أنا قلت لك ذاك المرة سويته ودزيت عميد رشيد. نعم. ويقول يجي 3 أيام ينام على حسابه. أنت شوف المشكلة يعني هذا اللاعب متوديه لبغداد احنا ما نجيب سيرة بغداد، بغداد مو مثل يعني مو مثل ينضرب به، احنا نضرب مثل بالدول العظمى شلون نسوي اللاعبين. هذا اللاعب اللي بالأندية الموهوب
يخلوه بالنادي من صار بطولات مال المنتخبات، هذا اللاعب يروح يمثل المنتخب مال، خوش خلصت البطولة هذا اللاعب نفسه ل 15 سنة رجع النادي مالته، خوش. احنا بالعراق اللي يصير اذا اكو لاعبين مواهب بالمحافظات لازم عنده صفات اخرى، لازم زنجين مثلا، عنده فلوس، اصحاب اطيان، يعني يصرف على نفسه، يصرف على نفسه ها، ويروح هو يسكن ببغداد ويحاول يقنع المدرب، يحاول يلقي نادي ببغداد يخليه. يعني احنا وضع، يعني هاي قصه حزينه مأساتي من نتكلم هاي، لو ما نحكي بهذا الموضوع احسن. خلينا نوقف هذا الموضوع. ايه هذا مثاليه، ما نتحدث عن الفرق. لبنان، لبنان انا متاكد العرب. متاكد المواهب مال لبنان، هذول الشباب لبنان حياتهم وسلوكهم كلها تختلف. فعلا. عمره 12 سنه بالضيعه ماله، ما ادري بيش بالقريه مالته، عنده نادي يعاملهم هم لاعب، وهذا وضع اللاعب اللبناني احسن من عندنا. لما يصعد اللبنانيين منفتحين على العالم، تعزيز المهاجرين بالعالم لبنانيين. فاللبناني اللي هي شوف ايش قداتي ايش سوى، يعني مستواه كان يعني شيء حيل حلو معانا، مو صحيح؟ نعم. وبصعوبه يعني احنا في احنا وصلنا هالنتيجه بضغط الجمهور. يعني المنتخب الاول جيد، ما صحيح؟ لبنان يعني احنا المواهب اللي عندنا كلها راحت على تروح تضيع يعني. فلهذا لبنان عاد تشتغل صح، قطر عاد تشتغل صح، السعوديه عاد تشتغل صح، الا احنا احنا ما نشتغل صح ولا يمكن نشتغل صح. نعم. خلينا نحكي عن الجانب الفني في بطوله كاس العرب، شو نخصص هذا الوقت. يعني بطوله كاس العرب مونديال عربي يعني جيد، بحيث يعني لربما بعض المنتخبات تبرز، بعض اللاعبين يبرزون، وايضا هي تعتبر استعداديه ايضا للمراحل المقبله من كاس العالم والى اخره. يعني كيف شاهد؟ والله شوف اكو منتخبات يعني انت ما تسمع بها ترتاح، يعني مثلا منتخب الجزائر، المغرب، ما صحيح، حتى التوانسة يعني لا. يلعبون كرة قدم يعني بها طعم أوروبي، صح؟ نعم. المصري يعني فريق بطل أفريقيا، مو صحيح؟ نعم. المنتخبات العربية اللي بآسيا، والله أعتقد أنه كانت السعودية أنه هو أفضل، ترى أفضل كل أكيد المنتخبات أداء، وهذا الفريق مو نفسه اللي الثاني. بدينا نتابع الأردن على عدنان حمد وشوف تأثيره على المنتخب. أعتقد الباحة السورية كانت يعني أداءها يعني أداء متميز. هو شو اللي تغير بالفريق السوري؟ الفريق السوري يمكن تغير لاعبين ومدرب، مدرب بدل لاعبين ومدرب. تعرف أحداث سوريا ما شاء الله عليها، والمهاجرين مالتهم كلهم بأوروبا ملوا، فأكيد عندهم لاعبين يعني كثير. يعني حتى هذول مثلا حتى ترى سوريا يعني بس هاي الفترة اللي شاركت بشهرين كان مستوى فريقها ما زين، بس قبل يعني قبل سنتين مستوى الدوري ما زين. دكتور ضرغام، تعتقد أن عرب عرب آسيا يقدرون يجارون عرب أفريقيا في هذه البطولة، بطولة كأس العرب؟ والله هو إذا اتجه على التصنيف الدولي، يعني ذكرنا معايير المنتخبات الأفريقية أفضل من الآسيوية بالتأكيد، لأنه إحنا العربية من عندنا مصنف إيران وكوريا متصدرين. نعم. صح؟ كان العراق جاري حقيقة، والعراق بس حاليا العراق يمر شوية بزوبعة، خلينا نقول نعم، تكتيكية فنية بدنية. لكن أشوف الفرق يعني المتطورة، يعني قطر أنا شفتهم يعني أغلب الفرق اللي شاهدتهم تحليل الشخصي أنه الجهد البدني غير متكامل للبطولة. عندما يصير لعب سريع اشوف يخفقون بالمنتخب القطري. القطري نعم، القطري يعني التصفيات يعني لعبه البحرين اللي هي بالدقيقه 97 جاء الهدف الفوز، لا ويا سلطنه عمان. نعم، يعني عمان سيطروا بالشوط الثاني، كانوا يعني سيطروا لانه بين الاخفاق البدني، وبالفعل المدرب ذكره، المدرب ذكره قال انه احنا نعاني من الجهد البدني للحقيقه، على الرغم من انه كل الظروف متوفره لدول الخليج، لكن لاعبهم ينشا كبير ما ينشا صغير. بس شو مداخله عندي دكتور علي الشارع، انا احكي على التطور. يعني اشوف لو هذول المسؤولين القطريين، مسؤولين القطريين، لو هم مسؤولين بالرياضه العراقيه، ايش راح يصير بالكره العراقيه؟ راح تتطور. شو راح تصير؟ بس سؤال، يعني كل هذول الماسكين نافس الافريقيه اذا ما الا وين؟ الا بالاداره مالتنا، مو صحيح؟ نعم. يعني انت شوف لو تحدثنا شوي عن المنشات ما شاء الله والملاعب، يعني هذه الدوله الصغيره شلون قدروا ان يبهرون العالم؟ احنا عندنا شويه نوع من التكابر حقيقه العراقيين. نعم. يعني انت اذا تجيب تقول اي مدرب
عراقي وله عمل مع الأجنبي ما يقبل، يتكابر ما يقبل، يقول الأجنبي مو أفضل من، لا احنا خلينا نكون يعني منصفين في كل شيء. يعني نفسي إذا تجيب واحد مدرب من أوروبا بالتأكيد فقط تجربته مستفاد منها، تجربته الميدانية، فأنا ليش ما أستفاد منه وأتعامل معه وأخذ منه؟ يعني أنت برأيك قطر دول إنها السعودية وينه؟ وينه الملعب؟ وينه؟ ليش ما يبنوا؟ لأنه يعني اختلاف رأيكم حتى على الأراضي، إذا كانوا يخصون الأرض حتى نبني لكم ملعب ماذا يخصون؟ إحنا هذا التكابر اللي ذكرت لك عليه، إحنا المفروض نستقطب مهندسين، نستقطب مدربين، ما بيها شيء، نتعلم. ذاك الوقت إذا وصلنا إلى مستوياتهم من حقنا نتكابر عليهم، وأنا واثق العراقيين يمتلكون قدرات، لكن هذه القدرات تحتاج إلى تطور فني. أنا منين أعرف شنو الموبايل؟ الموبايل غير أنا شفته واستعملته واستخدمته وجاني منه، هسه ممكن أطوره، لكن أنا من ما أشوف أريد أنا أصنع، وأنا ما مطلع ما ممكن. ولذلك أنت تكلمت على أنه المدرب عماد محمد، نعم لاعب ومدرب جيد، لكن مثل ما تفضلت أنه يقدر يصنع لاعب، الصناعة مو بسهولة. أنا قيمت شنو صناعة اللاعب؟ أنا اللاعب يجيني شلون هو موهبة؟ موهبة بشنو؟ لاعب شنو متميز موهبة بشنو؟ موهبة مهارية. عندما يجي موهبة مهارية أنا لازم أطور البدني والقدرات العقلية وكيفية توظيفها في المباراة. إذا شفت أنا عندي مدرب يمتلك هذه الأدوات في أنه يقدر يطور قدرات العقلية ويستخدم الجانب البدني في توظيف المهارة، هذاك الوقت تقول عنه مدرب. لكن أنا حقيقة لازم تتوفر كل الظروف. يعني كنا نتحدث قبل البرنامج أستاذ فارس أنه سباير هي اللي خرجت هذا الجيل القطري اللي يبهر العالم، آسيا وأيضا شاركوا في التصفيات الأوروبية والآن هيقدموا مستويات متميزة. صح، والدليل إيش؟ أنه وقت كثير من الجمهور تهجم على قطر أنه فريق متعدد الجنسيات. نعم زين، حتى فرنسا متعدد الجنسيات، زين ليش شجع فريق الفرنسي وما شجع فريق القطري؟ نعم احنا عندنا شوية متناقضات بثقافتنا. احنا ان شاء الله استاذ جاسم دخلنا على هاي بطولة العرب، هي اهم راح تصب كل الاحوال من صالحنا. أكيد. نعم هيك اكتساب خبره انه نجمع فلوس كل تجمعتنا ونبني ونسوي هذا. حتى الارضيه راح يلومونا اول شيء هم مكان ما تصرف على ولادك وعلى اهلك، تصرف على الملعب، صحيح؟ احنا هاي مشكلتنا، هاي البطوله راح تكشف عوراتنا احنا العراق والله. نعم. يعني هسه الشعب كله بدا يعرف، الولاد الشباب كلهم يعرفون، يقول لك ليش هذول عندهم هيك ملاعب احنا ما عندنا هيك ملاعب. يعني بدينا نحلم، شبابنا كلهم يحلمون شلون قطر. استاذ جاسم انا عمري كله يعني قضيته سنوات ياخذوني عمامي ففوتوني على السينما. نعم. فمن افوت بالسينما اشوف هاي العمارات نيويورك وهاي تحلم الناس. ايه فمن اطلع احلم فعلا، يعني من كبرت حلمت وشفت شفته صارت قبل 40 سنة، الدواسة أحسن من هسه وأحلى من هسه. طبعاً وكل فهاي البطولة هم صحة وجعنا، يعني إنه إلى متى يعني والله والله العراق. وحتى النقل البث التلفزيوني، حتى شوف الإعلاميين مالتهم، ها يعني شوف الإعلامي مالتنا ما أذكر منه، يعني شوف شلون كلمات يطلع المحلل العراقي المقدمين التلفزيون، شوف الأسلوب ماله، شوف الكلام، أنا أسلوبه كله تهجم وتصحيح ونفس سياسة وكأنه وكأنه هذا المحلل هو ما أخذ التذكرة الذهبية ورا ميسي ورونالدو، يعيب أصلا يمكن ما لابس شورت وينتقد بهذا. أستاذ فارس طبعا سعيد جدا بتواجدكم، بكلمة أخيرة شكرا للجمهور الرياضي العراقي. متفائل انت بالمستقبل؟ ما متفائل والله، احنا حاله ميؤوس منها والله، ما دام هذول المسؤولين. يعني هذا رايي، يعني هم رايح على قطر وشايف قطر. اكيد وجهه نظرك هذه. نعم انت ما قلت لك هسه، انت مرات من تمشي بالشارع من تشوف هذا بلدك يعني بهذا الحاله، انت كمسؤول اقل هم اعتذر وبطل، مو صحيح؟ نعم خلينا نسمع راي الدكتور ضرغام. أنا ما أسألك عن تفاؤل وتشاؤم، لا لا هذه المصطلحين بعد ولقيت من قاموس الجاسم. أنا دائما ننطلق من منطلق الواقع العملي حقيقة، حاجة إلى انقلاب على الواقع العملي. وأنا أتمنى أنه لا بس ننتقد، لا بس ننتقد، يعني الانتقاد يجب أن يكون بعمل،
يعني أنا كلتنا نجلس بالدور دورنا وبالبيت وننتقد، بس أي عمل ماكو. ولذلك أنا أشوف الحركة الرياضية سواء كانت ترى على مستوى المنطقة يجب أن يسمح، أنه إلى متى إحنا نبقى ورخص محافظة نينوى؟ وهذا شيء يأسفنا، يعني أنه نبقى متأخرين ومتخلفين في كل الجوانب. هذه محافظة أقدم بيئة بالعراق بالوطن العربي وبالعالم. نعم. زين إحنا معقولة ثقافتنا ترجع إلى هذا سنة ترجع إلى هذا المستوى الفكري؟ خلي ننطلق من فكر أن متى يعني أشلع. أتمنى كل الموصل تشجع قطر، شيلوا السياسة، اعزلوها واعزلوها عن دولة تستحق الاحترام. نعم. أنا شخص صاحب شهادة محترم مقدر، ما احترمه. نعم. يعني أنا غصبا عني احترمه لأنه يحمل كل الجوانب. فأنا أشوف أنه خلي المرات في بعض الأحيان احنا نقحم السياسة بالجانب الرياضي، لذلك تخلفت. أنا أشوف أنه نترك كل هذه الجوانب، وبالأخص الرياضيين، الرياضيين قدوة، وأهل القيادات هم الرياضيين. نعم. متى ما تصافوا أنا واثق محافظة نينوى رافد أساسي لكل المنتخبات الوطنية إن شاء الله، إذا الله شاء. إن شاء الله. دكتور ضرغام جاسم محمد، الأكاديمي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة الموصل، شكرا جزيلا على تواجدك معي. شكرا جزيلا أستاذ جاسم. وأيضا نقدم شكر جزيل لنجم الكرة الموصلية الأسبق ومشرف على كرة نادي الحدباء الأستاذ فارس الدريس، شكرا جزيلا على تواجدك. أشكرك. شكرا جزيلا. مشاهدينا، زلت أقلكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.